صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم وحلقه جديده من برنامج هذا الصباح اللي بنتمنى ان شاء الله يكون يوم مليء بالسعاده والحيويه والنشاط والطاقه الايجابيه لكل مشاهدينا يا رب. وفي البدايه بصبح على زميلتي الاء. صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير مشاهدينا. النهارده 19 اكتوبر 2024 السبت، بدايه اسبوع جديد، يا رب ان شاء الله يكون اسبوع سعيد علينا جميعا. وكالمعتاد بنكون معاكم على مدار ساعتين موضوعات وحوارات مختلفه. احنا النهارده الحقيقه معانا حوارات الحقيقه كلها ليها علاقه طبعا بمبدئيا قضيه يعني العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزه، وفي سياسه هي سياسه استهداف قاده الفصائل المقاومه، وده طبعا ازاي ممكن ياثر في المقاومه وازاي ممكن ياثر في استمرار الدفاع عن الارض سواء في غزة أو حتى في لبنان. صحيح، يعني احنا متابعين طبعا في الأشهر الأخيرة تحديدا اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد كمان من قادة حماس، وبعده أيضا اغتيال يعني أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وقادة أيضا من الصف الثاني في حزب الله اللبناني، ويمكن آخر حاجة وأحدث حاجة هو اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أيضا يعني من يومين فقط. وبيكون وراهم كمان قادة تانيين يمكن من الصفوف التانية في المقاومة أو في حزب الله اللبناني، فعايزين نتكلم عن الموضوع ده. طبعا لازم نتكلم عليه، خصوصا ان هو سياسة الاغتيالات هي سياسة قديمة جدا في اسرائيل، ولكنها بقت بتقوم بها بشكل مركز وكبير. صحيح، في الشهور الأخيرة. بالضبط، في الشهور الأخيرة ومن ساعة العدوان على قطاع غزة ما بدأ في السنة الماضية. طيب ده موضوع هنتكلم عنه بالتفصيل، تأثير ده على المقاومة الفلسطينية، وهل يعني ممكن يكون ليه تأثير سلبي أو يأثر عليها أنها بتخفت، ولا هي مستمرة ومش متوقفة على شخص أو قائد بعينه. ده موضوع. الموضوع الآخر الحقيقة بنتكلم عن قمة البريكس اللي بتنعقد في روسيا، وطبعا مصر انضمت مؤخرا لهذا التكتل الاقتصادي الهام، وزي ما تابعنا من دقائق قليلة كان في كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة لهذه القمة. نعم، الحقيقة أن قمة البريكس هي الحقيقة قمة مهمة جدا، لأن البريكس هيكون ليه تأثيرات اقتصادية متوقعة كبيرة جدا في الاقتصاد العالمي، والحقيقة أن القمة بتعمل كانت على تعزيز تحقيق التنمية المستدامة للدول المشاركة فيها، وطبعا يعني هي من المتوقع أنها تكون تكتل يعني ليه تأثير كبير جدا، هو بالفعل بدأ يكون تأثيرها واضح في الاقتصاد العالمي. صحيح، يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو طبعا روسيا دولة موجودة ومن المؤسسين لهذا التكتل الاقتصادي البريكس، بتدعو أنه النظام العالمي متعدد الأقطاب، يعني بيواجه الهيمنة أحادية القطب، والسياسة دي الحقيقة كمان بتنعكس في الأمور الاقتصادية، التعامل بالعملات المحلية للدول، ويعني ما يكونش فقط التعامل بالدولار وهيمنة أحادية زي ما بنقول. الفكرة دي وإزاي تأثيرها الاقتصادي، وإزاي كمان ده بينعكس على مصر لما بتنضم طبعا لهذا التكتل المهم جدا، ده اللي هنتكلم عنه في أحد حواراتنا أيضا النهاردة. طبعا بعد يعني الحوارات او يعني غير الحوارات، احنا معانا طبعا اخبار كتير هنتكلم عليها، وهتكون البدايه مع زميلتي الاء بعد الفاصل. بعد الفاصل نروح في جوله سريعه، نتوقف عند اخر التطورات والمستجدات تحديدا في غزه وفي لبنان. ابقوا معنا. حضراتكم مرة تانية، على طول بنروح لآخر المستجدات وبنتابعها وبناخد كمان تعقيب من ضيوفنا عليها. في قطاع غزة أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بيان شددت فيه على أن مسيرة تحرير فلسطين لن تتوقف باغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت أيضا أن مسيرة كتائب القسام لن تتراجع باغتيال قادتها مثلما يظن قادة إسرائيل.
في العاصمة القطرية الدوحة، قال خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن اغتيال يحيى السنوار في غزة لن يزيد المقاومة الفلسطينية إلا قوة وصلابة وإصرار على مواصلة مسيرة طوفان الأقصى. شهد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة، لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم، وإن حركة تقدم قادتها وأبنائها شهداء على درب الدفاع عن حقوق شعبها لهي حركة أبية أصيلة متجذرة في شعبها ساعية لتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى. وقال خليل الحية أيضا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه لن يتم الإفراج عن أسرى إسرائيل إلا بانسحاب كامل من قطاع غزة. إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. وإننا ماضون في نهج حماس وروح طوفان الأقصى. للمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الناصرة فايز عباس المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. سيد فايز صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. وبداية يعني كيف تتابع ردود الأفعال على ما تفعله إسرائيل مؤخرا من اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية؟ صباح الخير. عمليا هذه الاغتيالات هي لم تقضي على المقاومة إن كانت الفلسطينية أو اللبنانية بعد اغتيال القيادة الأولى العسكرية لحزب الله والقيادة السياسية. يعني على سبيل المثال في هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها هناك العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة تسقط على منطقة الشمال في حيفا وحتى كيساريا، وأصابت إحدى هذه الطائرات منزل في كيساريا وأغلقت الشرطة المنطقة بالكامل، وأيضا وصلت حتى إلى منطقة تل أبيب منذ ساعات الصباح الأولى. والقصف من الشمال يعني لم يتوقف ولا للحظة في كافة البلدات. هناك صافرات إنذار من كيساريا جنوبا حتى رأس الناقورة وحتى طبرية وهضبة الجولان السورية المحتلة. هذا يعني أن الاغتيالات إسرائيل للقيادات هي لم تؤثر حتى الآن على مواصلة المقاومة ضد إسرائيل إن كانت في لبنان أو في قطاع غزة. بالمناسبة يعني صحيح سنوار ولم يغتال، وإنما قتل في حرب مباشرة في مواجهة مباشرة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولم طبعا إسرائيل تعثر عليه وقامت باغتياله، وإنما هو قتل خلال المعركة وجها لوجه مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح. هل يعني هذا سيقضي على حركة المقاومة والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ أنا أشك بذلك، لأن القيادات دائما كانت تغتال يعني، وإسرائيل بدأت بالاغتيالات بالمناسبة القيادات منذ عام 1956 عندما قامت باغتيال أحد القادة في غزة في تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا هذه سياسة إسرائيل أن تقوم بالاغتيالات، لكن هي طبعا هي تفشل كل مرة في القضاء على طبعا الفصائل الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية. ولو راجعنا قليلا يعني
مع الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل من أبو إياد وأبو جهاد والقيادة الأولى الفلسطينية والثانية والقيادات في غزة، إن كان أحمد ياسين الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وغيرهم من القيادات، لكن هذا لم يؤثر على المقاومة، ولكل شخص هناك من سيخلفه في هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. إسرائيل دائما كانت تعمل على مثل هذه الاغتيالات، هي تعتبر ذلك على الأقل يعني إنجازات معنوية أكثر من أن تكون إنجازات لها أبعاد سياسية أو عسكرية. لكن عمليا يعني عندما تتواصل المقاومة هذا لا يعني أن إسرائيل نجحت في القضاء على إن كانت المقاومة في لبنان أو في قطاع غزة. لذلك أعتقد أن هذه السياسات الإسرائيلية ستستمر، وكذلك ستواصل الفصائل الفلسطينية واللبنانية أيضا مقاومة إسرائيل في هذه الحالة. يعني عمليا ما كيف سيؤثر اغتيال السنوار على المقاومة في قطاع غزة أو عن الرد أو العمليات العسكرية، هذا يتوقف أيضا على القيادة الجديدة التي ستحل محل السنوار في هذه الفترة بالذات، خاصة وأن هناك الآن يتحدثون عن أنه ممكن أن يكون طبعا قائدا لحماس هو شخصية من خارج قطاع غزة، لكن باعتقادي أنه سيتم اختيار شخصية من قطاع غزة، خاصة بكل ما يتعلق بالعمل العسكري وليس العمل السياسي. يعني القيادة السياسية لحماس هي تتواجد خارج طبعا قطاع غزة وبالأساس في قطر، لكن هل هذا سيؤثر، كيف سيؤثر على العمليات العسكرية؟ طبعا سيكون له هذا التأثير المعنوي، لكن من ناحية العمليات باعتقادي هي ستستمر واستمرت. يعني السنوار قتل يوم الثلاثاء، وإسرائيل فقط اكتشفت ذلك يوم الخميس. هذا يعني أن هذه التطورات الأخيرة هي طبعا ستستمر هذه العمليات العسكرية ويستمر العدوان الإسرائيلي وبأكثر كثافة كما يحدث في شمال قطاع غزة في هذه الأيام، خاصة وأن إسرائيل تعمل على طبعا تهجير سكان شمال قطاع غزة حسب خطة الجنرالات وخطة آيلاند، والتي طبعا سيتم خلالها عدم إبقاء ولا إنسان فلسطيني في شمال قطاع غزة، مع العلم أن هناك أكثر من 250 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة. وحسب خطة آيلاند فأنه يجب فرض الحصار وإعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وتجويع سكان المنطقة حتى الموت. هذا ما جاء في خطة آيلاند التي بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها على أرض الواقع. نعم سيد فايز عباس المتخصص في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا على الهواء مباشرة من الناصرة، شكرا جزيلا لك. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أرسل وحدة عسكرية أخرى لدعم قواته في جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، حيث قال سكان أن الدبابات نسفت الطرق والمنازل في توغلها في المنطقة. وذكر سكان من جباليا بشمال القطاع أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى قلب المخيم بدعم قصف بري وجوي كثيف بعد توغلها في الأحياء والمناطق السكنية،
وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر عشرات المنازل بشكل يومي أحيانا من الجو والأرض وعبر زرع قنابل في المباني ثم تفجيرها عن بعد. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته التي تنفذ عمليات في جباليا على مدى الأسبوعين الماضيين قتلت عشرات المسلحين في اشتباكات من مسافة قريبة الخميس الماضي، ونفذت ضربات جوية وفككت بنية تحتية عسكرية. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته في جباليا تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات. وذكر سكان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل بشكل فعلي بلدات بيت حنون وجباليا وبيت لهيا في أقصى شمال القطاع عن مدينة غزة. في العاصمة الألمانية برلين، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقائه المستشار الألماني أولاف شولز، زعم أن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يشكل فرصة أمام إطلاق مسار للسلام بالشرق الأوسط. إن وفاة زعيم حماس تمثل لحظة من لحظات العدالة. لقد كانت يداه ملطختان بدماء الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين والألمان وغيرهم العديد. لقد قلت لرئيس وزراء إسرائيل: دعونا نجعل هذه اللحظة أيضا فرصة للبحث عن طريق للسلام ومستقبل أفضل في غزة بدون حماس. وللمتابعة تنضم إلينا من نابلس دكتور مجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية السابقة ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية. دكتور مجدة صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. يعني إذا مع تكثيف الاغتيالات في الفترة الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لقادة ورموز للمقاومة سواء الفلسطينية أو أيضا اللبنانية، برأيك كيف سيغير ذلك من شكل استمرار العدوان سواء في غزة أو في لبنان؟ صباح الخير لك ولجميع المتابعين والمتابعات. اسمحي لي بداية من على قناتكم أن نترحم والمجد والخلود للشهيد البطل القائد المشتبك يحيى السنوار، الذي قدم نموذجا للفدائي الفلسطيني المقاوم والذي قاوم احتلاله حتى اللحظة الأخيرة، عكس ما حاولت إسرائيل أن تروج له من مشهد بأنه يحتمي بالأنفاق محاطا بالمختطفين حماية لنفسه. قدم نفسه نموذجا، والجميع بات يعرف أنه كان على مدار الفترة يتنقل بين موقع وآخر، هذا باعترافه. ونعم، نحن كفلسطينيين نعتز ونفتخر بهذا النموذج المقاتل اللي أمضى حياته ومسيرة حياته داخل السجون، مناضل داخل السجون وأيضا خارج السجون، مقدما نموذجا يقتدى به كما عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني القادة الميدانيين. إسرائيل كما نشهد إجابة على سؤالك حتى اللحظة الأخيرة تواصل عدوانها، وما حصل الليلة وما يحصل على امتداد الفترة الماضية تنفيذا لما سمي بخطة الجنرالات في منطقة الشمال، عمليات التجريف والتدمير وقصف المباني والمجمعات السكنية، والليلة على وجه الخصوص ومع الفجر محاصرة المستشفيات، مستشفى الأندونيسي وقصف مستشفى العودة، عشرات الشهداء لا يتمكنوا حتى من وصول لهم أو دفنهم ولا يتمكنوا من الجرحى، بمعنى مواصلة عملية التدمير المنهجي والإبادة الجماعية لشعبنا. هذا هو نتنياهو، هذا هو مشروعه الصهيوني التصفوي الذي يريد به إعادة تشكيل الشرق الأوسط كما أعلن عنها بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 7 أكتوبر، وأعلن عنها مؤخرا وحتى في خطابه وهو يتحدث عن استشهاد السنوار. بمعنى هذا هو المشروع الصهيوني الذي سيتواصل واللي علينا جميعا أن ندركه. هذا موجه للمنطقة العربية ككل، ليس فقط لغزة ولا الفلسطينيين ولا حتى بالضفة أو حتى بلبنان، اللي أيضا عم بتم تدمير منهجي لجنوب لبنان واعتداء على الضاحية الجنوبية وعلى بيروت نفسها، لأنه هذا مشروعه لكيان الإسرائيلي نشأ بعمليات التدمير والتجريف والإبادات الجماعية وتدمير القرى الفلسطينية. 500 قرية وتجمع فلسطيني دمروا
عام 48، بمعنى هذا يتطلب من الأمة العربية جهود عالية، أولا مواصلة الضغط تحديدا الدول اللي لديها عناصر ضغط وقوة ونفوذ ومكانة من أجل وقف المجزرة التي تحصل حاليا في جباليا وفي قطاع غزة ككل وفي جباليا على وجه الخصوص، في منطقة الشمال على وجه الخصوص التي يراد منها التهجير لسكان قطاع غزة، تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، اللي لما توقف إطلاق النار ممكن أن يكون هناك هجرة طوعية بسبب عدم وجود فرص للحياة. وهذا نحن ندرك أن وقفت ضده بشكل أساسي جمهورية مصر، وهذا موقع فخر لنا. لكن مفترض مواصلة الضغط بما تملك الدول العربية وتحديدا التي تملك عناصر قوة وضغط من أجل وقف هذه المجازر، ولملمت الحالة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني التصفوي اللي أعلن عنه بكل وقاحة نتنياهو في الأمم المتحدة تحت عنوان خريطة الشر وخريطة النور، اللي يعيد تكرار الحديث عنها، وهو المشروع الصهيوني التصفوي التاريخي من الفرات للنيل، واللي يعبر عنه سموتريتش وبن غفير بشكل صارخ وقادة اليمين، واللي نتنياهو على رأس قادة هذا اليمين لا يختلف عنهم، إنما يعبر عنها بطريقة دبلوماسية. لكن هذا هو المشروع الصهيوني التصفوي اللي مفترض مواجهته، واللي بات العالم وتحديدا أحرار العالم مدركة له، التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني. ما أردت أن أقول في هذا المقام ونحن نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ومقاومتنا والشعوب العربية وأمتنا باستشهاد السنوار، أن المقاومة خيار للشعب الفلسطيني لا بديل عنه. هذا المشروع يحتاج إلى مقاومة، مقاومة من كل الأمة العربية. الشعب الفلسطيني هو في المقدمة بالضرورة، لأنه هو المكان اللي بيمتد منه المشروع الصهيوني واللي بتأصل فيه المشروع الصهيوني. لكن المقاومة هذه ليس فقط حق لنا، إنما هي واجب علينا. نحن شعب حر، الشعوب الحرة لا تضح لا تقدم أوطانها لأعدائها، إنما تناضل. هكذا تجارب التاريخ، تجارب الشعوب الحرة جميعا، جميع من تحرر من الاستعمار تواصل نضالها ومقاومتها لهذا العدو، لدحره، لإرغامه وإرغام المجتمع الدولي على الإرغام لإنهاء الاحتلال وإنهاء مشروعه. للأسف هذا يحصل بظل عجز في مجلس الأمن نتيجة الفيتو الأمريكي، عجز في المؤسسة الدولية، مع أنه شعوب العالم الحر معنا ومدركة لطبيعة هذا المشروع ولطبيعة الإبادة الجماعية اللي بيقوم فيها الاحتلال. محكمة العدل الدولية تعتبرها إبادة جماعية، المحكمة الجنائية الدولية تعتبرهم مجرمين حرب ومطلوبين لها. بات العالم أكثر وعياً، أكثر إدراكاً لطبيعة هذا الاحتلال الصهيوني الاستعماري الاستيطاني ومطامحه الممتدة. لكن للأسف المؤسسة الدولية حتى الآن عاجزة. على الجامعة العربية والدول العربية التي لها تأثير بالجامعة العربية أن تواصل ضغطها، ومن خلال ها هم يقولون أن هناك اجتماع لمجلس الأمن، الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري بدون أي شروط لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات بشكل أساسي، لأنه ما يجري الآن تجويع وحرمان من كل المقومات، المواد الصحية والخدماتية، وهذا باعتراف مقررين العامين للأمم المتحدة اللي موجودين واللي بيشهدوا هذا المشهد داخل قطاع غزة. نعم دكتور ماجدة، يعني في ظل هذه التطورات وهذا التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني برأيك ما هي فرص العودة مرة أخرى إلى مفاوضات، إلى الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة أن يعني آخر من كان في هذا المسار هو يحيى السنوار الذي تم يعني اغتياله في الأيام الأخيرة؟ يعني نتنياهو اغتال كل مفاوضيه، يعني هذا مشهد أمام العالم. اغتال إسماعيل هنية اللي كان بفاوضه، ومعروف إسماعيل هنية يعني بطبيعته بشخصيته ومفاوض جاد، واغتال هنية اللي السنوار اللي يعني ترأس أيضا حركة حماس ما بعد اغتيال إسماعيل هنية، واغتال حسن نصر الله اللي كان أيضا مفاوض له
لأنه لا يريد وقف القتال، لا يريد وقف الحرب، هذا مشروعه وعبر عنه، اعتبر هذا فرصة وانتصار له، وسيواصل قتاله في قتله. هو لا يقاتل، هو يقتل، يستخدم التكنولوجيا، يستخدم القدرات الاستخباراتية اللي بتقدمها إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وعملية الاغتيالات أكثر ما هو مقاتل بمعنى المواجهة اللي بتصير عادة بين الجيوش وحتى ما بين المقاومين، لأنه المقاومة في مقابل الفلسطينيين عم بيكون بمقابل الجيش مسلح بكل الآلات العسكرية والاستخباراتية واللوجستية والأمنية. هو لا يريد وقف هذا القتال، على هذا الأساس مفترض الضغط من قبل الأمم المتحدة، الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر وكل الإمكانيات لمواصلة حربه ضد شعبنا، لمواصلة عمليات القتل اللي بيقوم فيها سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في لبنان. فبالتالي هذا لن يوقف القتال، سيواصل حربه. فرص المفاوضات واضح، الفلسطينيين مجمعين، وعبر عنه الأخ خليل حنية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والمقاومة بشكل عام والموقف الفلسطيني بشكل عام، أنه نعم هناك مطلوب مفاوضات جادة للتبادل جاد، مدخلها الرئيسي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات، هذا أمر متفق عليه وموحدين حوله، وقرار تطبيق قرار مجلس الأمن اللي أدار الظهر له نتنياهو، وقرار بايدن اللي قبل مجلس الأمن اللي اعتبره قرار إسرائيلي واللي عطله، ومعروف للعالم كله وحتى لقادة إسرائيل إنه اللي عطله نتنياهو مش حماس ولا السنوار، يعني مهزلة أن يقال، لأن ذلك مرئي أمام الجميع. بالتالي الفلسطينيين جاهزين للصفقة وفق هذه القرارات. الأساس أن تضغط الدول، يضغط العالم، يضغط مجلس الأمن من أجل تطبيق القرار اللي اتخذه واللي عبرنا عنه بأنه موافقين عليه. نعم، دكتور مجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية السابقة ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، كنت معنا على الهواء مباشرة من نابلس، شكرا جزيلا لك. أهلا. ويعني المستجدات ليست فقط في قطاع غزة، وعدوان إسرائيل لا يقتصر على قطاع غزة بل امتد كما تابعنا إلى الجبهة اللبنانية وفي العاصمة اللبنانية بيروت. أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه استهدف بعشرات الصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية بشمال مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة. رغم ضراوة الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، لا يزال حزب الله يوجه ضرباته الموجعة لإسرائيل ردا على استهداف المدنيين ودفاعا عن لبنان وشعبه. حزب الله أصدر بيانا أعلن فيه إطلاق مسيرات على قاعدة عين شمر العسكرية بوسط إسرائيل، وفي وقت سابق استهدف الحزب بعشرات الصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة. وفي مدينة صفد بشمال فلسطين، نجح مقاتلو حزب الله في شن هجوم جوي بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على تجمعات لجنود إسرائيليين، وأوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى ردا على اعتداءات إسرائيلية استهدفت قرى ومنازل آمنة بجنوب لبنان. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تصدى حزب الله لمسيرة إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ أرض جو فأجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف عدوانه على قرى الجنوب اللبناني، حيث سقط شهيدان وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بئر السلاسل في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارتان محمية صور الطبيعية والشهابية، بينما أغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين معروب ودردغية. الاحتلال الإسرائيلي قصف أيضا بلدة شبع بعدد من القذائف المدفعية، مما أدى لإصابة أربعة أشخاص. وفي بعلبك شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدتي طاريا والأنصار. وفي مدينة تل أبيب أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه سوف ينشر لواء احتياطيا إضافيا على الحدود اللبنانية للقيام بما وصفها بمهام عملياتية في الساحة الشمالية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية يستخدم فيها للمرة الأولى صواريخ دقيقة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
في العاصمة اللبنانية بيروت، قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان عقب لقائه نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لا أولوية تتقدم الآن على وقف عدوان إسرائيل على لبنان. لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى، وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، وأبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونيفيل. ودعا نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، دعا المجتمع الدولي إلى وقف ما وصفه بالتطاول الإسرائيلي السافر ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة المعروفة باليونيفيل بجنوب لبنان. أن لبنان المتمسك بالشرعية الدولية يرفض تهديد إسرائيل اليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تعرضوا لها والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية، ما يقضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها الكبيرة في الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين. للمتابعة ينضم إلينا من بيروت ميشال دمعة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد ميشال، بعد التحية، يعني ماذا بعد التعرض لقوات اليونيفيل، ولماذا لا يكون هناك رد فعل قوي من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة لردع إسرائيل ووقف عدوانها المستمر منذ ما يزيد عن سنة سواء في غزة أو الآن في لبنان؟ صباح الخير. الاعتداء على اليونيفيل هو ليس جديدا سيدتي، لان العدو الاسرائيلي اعتدى على كل مقومات الانسانيه، بطش بكل شيء، لم يترك مكان للانسانيه. لماذا هذا السكوت في المجتمع الدولي؟ انا اضيف عليه لماذا هذا السكوت في المجتمع العربي ايضا والمجتمع العربي اجمع. الإسرائيلي يبرز بكل ما يريد ولا أحد يردعه، طالما مشغله الأمريكي أعطاها الضوء الأخضر للقيام بما يريد، فمن برأيك يستطيع أن يوقف هذا العدو الغاشم الذي يضرب كل ميثاق الأمم المتحدة وكل أعراف الدنيا؟ إنه يفعل ما يريد دون العودة إلى الحق، فدائما عند العدو الإسرائيلي الباطل ينتصر على الحق. نحن أمام امتحان كبير اليوم وامتحان شديد لكل الدول العالمية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التي للأسف الشديد لازالت تتفرج دون العودة إلى مقررات سريعة تجبر وزراء خارجية العرب أقله على الاجتماع استثنائيا لضحط هذا العدوان الذي يحصل على لبنان وعلى فلسطين. نعم سيد ميشال، يعني ماذا تتوقع في الأيام القادمة خاصة بعد اغتيال رموز وقادة للمقاومة سواء الفلسطينية أو أيضا قادة لحزب الله اللبناني؟ أتوقع أن تستمر هذه آلة الحرب التي لا يردعها أحد. نتنياهو يفعل ما يريد، يخطط ويفعل ما يشاء، الأمريكي يتفرج، الأمريكي لديه الآن انتخابات رئاسية. نحن أمام أسبوعين صعب، يعني أمور صعبة ستمر على المنطقة. الأمريكي لن يضغط على نتنياهو، للأسف الشديد سيستمر نتنياهو بفعل ما يريد، وهو قال أنه يعمل على خطة لشرق أوسط جديد، يريد امتداد وتمدد هذا العدو الإسرائيلي ربما محاولة لتحقيق حلمه من النيل إلى الفرات، وربما يريد وضع مخطط أو ربما يريد الاستفادة من أن الأمريكي سيتفرج عليه حتى الانتخابات الأمريكية. ويقال في الأوساط السياسية والدولية أن هناك أسبوعين سيمرون علينا بصعوبة، وأنا أقول وقلت على محطتكم الكريمة سابقا أن نتنياهو يفعل ما يريد دون أن يردعه أحد، ونحن مقبلون دائما على أوضاع صعبة.
أما بالنسبة إلى استشهاد القياديين في المقاومة، فالمقاومة دائما هي ولادة قادة وولادة استشهاديين، وكل قادة المقاومة هم مشروع شهادة. فهذا لا ينهي إذا ظن نتنياهو أو ظن هذا الكيان المركب أنه يستطيع أن ينهي الحرب أو يسجل انتصار بقتل الناس أو بقتل القادة، فهو مخطئ، لأن هناك منذ التاريخ المقاومات أو المقاومة التي تصارع هذا التنين الإسرائيلي لها قادة قد استشهدوا وانقذوا وعادت وأكملت المسيرة. فالصراع مع هذا العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود. نعم سيد ميشيل دمعة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا على الهواء مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا هنا نصل إلى نهاية أول فقرات هذا الصباح، ونعود الآن لفاصل ثم موجز الأنباء، ثم نعود مرة أخرى إلى حواراتنا في الاستوديو. ابقوا معنا.